ناس كتيرة بتسأل ازاي تسافر اندورا وازاي تدخلها وحدودها عاملة ازاي ومع انهي دول، وهل فيها مطارات ومحطات قطر دولية، وهل صعب ان الواحد يدخلها لما يوصل اوروبا. كل ده هنجاوب عليه بالتفصيل في الفيديو ده، وهنقول لكم ايه الخطوات اللي الواحد يعملها عشان يعرف يسافر اندورا ويدخلها بكل سهولة بطريقة شرعية. دخول اندورا بطريقتين ملهمش تالت، عن طريق اسبانيا وهنشوف في الفيديو ازاي، او عن طريق فرنسا زي ما هنشوفه دلوقتي. احنا دلوقتي جوه فرنسا، احنا داخل الاراضي الفرنسية زي ما انتم شايفين كده. فرنسا جميلة، مكتوب مدينة تولوز من هنا، مدينة مش عارف ايه من هنا، مدن كتيرة جدا تدخلها. احنا حاليا جوه الاراضي الفرنسية، هنشوف مدى صعوبة دخول اندورا من فرنسا عاملة ازاي. لازم هندخل ونوري باسبورتاتنا ونوري الدوكيومنتس بتاعتنا، ويفتشونا ويبهدلونا ويقعدونا شوية كتير جدا، الجيش والبوليس لغاية. تعال ندخل مع بعض كده اندورا ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم كلكم في اندورا. زي ما انتم شايفين هنا مكتوب فرانس او فرنسا، واحنا هنا بقينا في اندورا، دولة جامدة جدا ما فيهاش اي حاجة، اي حد يقدر يدخلها من اي حتة في الدنيا. الشغل عندهم سهل جدا، حاجات كتيرة جدا هنشوفها في اندورا. دي كانت الطريقة الاولى لدخول اندورا. قبل ما نشوف الطريقة التانية، ريت تعملوا فولو ولايك وشير على صفحتي على الفيسبوك، وطبعا سبسكرايب وتفعلوا الجرس على صفحتي الرسمية على اليوتيوب، وتعملوا فولو على صفحتنا الرسمية على الانستجرام. الطريقة التانية انك انتوا تروحوا سفارة اسبانيا في الدولة اللي انتوا فيها، تاخدوا منها فيزا تطلعوا دايركت زي مثلا القاهرة برشلونة زي ما انتوا شايفين، توصلوا مطار برشلونة تاخدوا اتوبيس مباشر، اتوبيس رائع ياخدكم من مطار برشلونة دايركت او مباشرة لأندورا. الطريق سريع بياخدش وقت كتير، والاتوبيس مكيف ومحترم جدا وكمان نظيف جدا، وما بيقفش في اي حاجة غير مطار برشلونة ووسط المدينة في أندورا. تعدوا الحدود بسهولة ويسر، محدش بيوقف اي حد ولا بيقوله انت رايح فين. وبكده تكونوا دخلتوا امارة اندورا، ارخص دولة في اوروبا في اسعار الالكترونيات والسجاير واللبس والبنزين والكحول والبرفانات وحاجات تانية كتير، عشان هي خارج الاتحاد الاوروبي ومعندهاش جمارك وضرائب، لان الدولة كلها عبارة عن سوق حرة كبير. عشان كده معظم الاوروبيين بييجوا اندورا عشان يتسوقوا. بعد الرحلة الجميلة اللي احنا خدناها من مطار برشلونة لاندورا، اخيرا وصلنا محطة الاتوبيس الرئيسية في العاصمة اندورا لافيا. عشان خاطر نقول لكم اهلا ومرحبا بكم في اندورا. وصلنا اندورا اخيرا الحمد لله في محطة الاتوبيس الرئيسية. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم.